مش قادرة أقولك، أنا بحب الزمالك، أنا كنت أهلاوية فعلا، بس ياد طبعا عشان ابني بحكم أنه هو في الزمالك يعني حازم في الملعب برا الملعب من هو صغير، أنا بحب أشجعه، ومش فريق حازم بس، الزمالك كله بنات صغيرين كبار، وانا يعني بحب بقى كده، يا طنط عندنا ماتش مهم تيجي معانا، يا طنط عندنا ماتش مهم تيجي معانا، فبقيت يعني حتى وانا قاعده بتفرج عادي تلاقيني من تلقاء نفسي كده اشجع، بروح حتى الالترس كان بيبقى قاعد جنبي وانا جنبهم تشجيع بقى، عايزين تشجيع كده وهم نازلين، يا طنط شجعنا حلو، اقول لهم فكنت يوم الماتش ده انا متوقعه ان الفريق هيعمل اكتر من كده، كنت كل ما اشجع الاقي اللي من هنا واللي من هنا عمالين بقى باصين عليا، يعني ايه يعني مش متوقعين حد من الزمالك يشجع كده، طب ما الاهلي بيشجعوا بنات كتير وستات كتير وكده، ليه مستغربين ان حد بيشجع في الزمالك كده؟ فكانت بقى الانظار بقى عليا وانا بقى متعصبه، ويلا يعني بصي انا كنت واثقه ان هم هيعملوا كده يعني باذن الله. حازم بقى ما كانش بيشارك، كان قبل الماتش بيوم كان رجليه كان مصاب في رجليه فما شاركش، انا بقى بشجع الزمالك، حازم بقى معاهم مش معاهم انا بشجع الزمالك. انا نزلت طبعا برضو صورنا بالكاس انا وحازم ومريم، وقعدت اشجع برضو الالترس من تحت، فطبعا انا لابسه تيشرت حازم فعرفوا ان انا مامي حازم، فقعدوا بقى يندوا على حازم وعليا بقى، وانا تعالى يا حازم يلا. حازم كان قدم، حازم احمد قدم، وهو قدم كان حارس مرمى، كان تمرين القدم صعب عليه، هو 8 سنين كده، فروحت قلت لأحمد أخوي تعالى نشوف له إيه لعبة تانية تبقى كويسة، طلعت الهاندبول دي أصعب من القدم مليون مرة، أنا قلت سهلة يعني هيشوط الكرة يسلم الكرة يشوط في الجون، طلعت أصعب، بس هو ما شاء الله يعني من صغره بقى الكباتن يشيدوا إنه هو هيبقى ما شاء الله لعيب، هيبقى ما شاء الله عليه، وهو الحمد لله يا رب، الحمد لله ربنا ما يعني ما ضيعش تعبنا. احنا جينا قعدنا ما نعرفش ان جمهور الاهلي جاي جنبي، فجم هم قعدوا يتسرسبوا جنبي، بصيت كده لقيت ايه جنبي اهلاويه، وانا كنت جنب مرات فلفل، راحوا قعدوا يقولوا ايه اهلي اهلي، الله طب ما احنا كمان زمالك فروحت بقى ايه بقى هم يقولوا اهلي انا بقيت اقول زمالك، طبعا الزمالك كان جون فرق في التاني في التالت، بقيت ايوه زمالك ايوه زمالك. بص جالي كابتن هتلر راح جاي لي من قدامي كده قال لي مكانك مش هنا، قلت له لا احنا بقى اللي هنا اصعب ماتش بامانه، اسبوع جنب الالترس الزمالك مؤدبين ومحترمين وبيبقوا ورا فريقهم حتى لو خسران ما شاء الله عليهم، حتى الاهلي حتى برضو الألترس الأهلاوي، بس الأهلي بيستكتر على الزمالك ليه فرحتهم، رغم ان احنا كعبنا عالي على الأهلي في اليد ماشي، هم كعبهم عالي في القدم مفيش مشكلة، لا احنا كعبنا عالي على الأهلي، كمان عايزين يضيعوا بطولات الزمالك يقولوا لك لا هم اللي كعبهم عالي عليه على الزمالك ليه، وبيستكتروا ليه الفرحة. هي عامة يعني في أي ماتش بتبقى متحمسة قوي، وبعدين أجواء الماتش والماتشات والصالة وكده بتحمسها أكتر، وهي بتحب الأجواء دي، ويعني بتبقى بتعملها كده بروحها يعني، فهي بتحب الحاجات دي وبتحب تشجع حازم قوي، بتبقى وراه وعلى طول معاه وفي أي ماتشات من هو صغير يعني، فهي بتحب كده. انا كنت اصلا يعني سامعه صوتها هي اكتر من اي حد تاني، كنت قاعده قدامها، فكان الموضوع طبعا بالنسبه لي انا قاعده متوتره بقى ومشدوده، ولو عماله اقرا قران وبتاع ومتوتره، مش 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 بحضر ماتشات كتير معاهم، بس طبعا طنط كل الماتشات اللهم بارك يعني على طول معاهم، فكنت بسمعها بقى كل كلامها وحافظه كل اغاني الجمهور وما شاء الله عليها يعني، وبعدين لما كانوا يهدوا كانت هي مثلا تزقف وتشجع تاني، فالاقي الناس سخنت معاها، فهي فعلا ما شاء الله عليها على طول ورا حازم ورا الفريق.